مكتوب إنه اشتغلت 3 سنين بمكان واحد وصار 10 سنين بهذا المجال. بس أكيد ما رح تعرف تطبخ مثله. وإذا كبيرة بالعمر بجوز ما نتفاهم. عم تظلمني باللي عم تقوله. طلعت بالنسبة إلك عبارة عن غرض بتزته وبتتخلى عنه. أنا السبب اللي صار. أنا اللي سمحت لجوركان يتجاوز حدوده. أحسن مو قاعد عم فكر بهالسخافة، اقرأ شي كتاب. وين هالكتاب؟ لأني كنت مبلش فيه، بظن هون تركته. هي آخر شي رتبت المكتبة، أكيد بتعرف وينه. شو هالحالة هي؟ عن جد طلعت جدبة. ما بيستاهل نزل دمعة أو ازعل عليه. زبطي حالك آينور. هيك واحد ما بيستاهل زعلك ولا دمعة من عيونك. ليش عم يدق لي يا ترى؟ أينور شو بكي موبايلك عم يرن؟ ليش ما عم تردي؟ مين اللي عم يدق لي؟ ايه سيد سينان؟ كان هون في كتاب عم بقراه عن الرسامين المعاصرين، كنت حاطه بالمكتبة. كتاب كبير ومرسوم عليه بألوان زيتية. بتعرفي وينه؟ ايه بعرف، بتلاقيه بأعلى رف بالمكتبة، بالمكان يلي كان فيه. مع السلامة. الو خير؟ ليش عم يدق لي؟ عم يسألني عن كتاب. قال ما عم بيلاقي، هو مشكلته انه ما بيشوف قدامه. طيب روقي، ما في داعي لهذا الحكي هلا. ليش هي مو الحقيقة؟ هو من عصبيته ما بيشوف قدامه. يعني ما له شايفني أصلا، لا شغلي ولا تعبي ولا الإيميل اللي عطيته إياها واهتمامي الكبير فيه وطولة بالي عليه. طيب اهدي آينور، روقي، حاجة تزعلي حالك. هلا مشي الحال، إن شاء الله أيامك الجاية أحلى ورح تعوضك. تمام؟ شو لوين رايحة؟ بدي التقي بجوركان بعد ساعة. بس اطمني ولا تقلقي، لأنه رح يجي على الحديقة يلي جنب البيت. وهاد من وين طلع لنا هلا؟ رح خبرك، خلينا نشرب كاسة شاي ونروق وبحكي لك كل شي. يلا تعي. شو قلة هالاحترام هي؟ هي بتشتغل عندي وهو رفيقي. إذا هيك الوضع أنا بدي واجهه.
مبدئيا أي شيء بنحكي فيه هو فرضيات، لأنه نحن ما بنعرف هوية الضحية، لهيك ما عنا شيء نستند عليه. بس نعرف مين هي وشو مجال شغلها ومين الناس اللي بمحيطها. إذا طلع ما إلها علاقة بالمافيا ممكن يكون سبب الجريمة الغيرة، ممكن يكون حبيبة قتلها لأنه تركته أو خانته. وبلكي اللي قتلتها بنت. ليش دائماً بنفترض إنه شاب؟ في كتير جرائم كبيرة طلع وراها نسوان. طبعاً ليلى بتعرف أكتر مني، مو عم بحكي صح؟ يعني نحن لهي اللحظة ما في بإيدنا أي شيء، لهيك شو ما قلنا رح يكون هاد كله مجرد تكهنات. مزبوط. على كل ما رح يضيع علينا وقت كتير لحتى نعرف هويتها. بكرة منكون عارفين من هي المقتولة، وقتها رح تبلش تتوضح القصة. فعلاً الحق معك، أهم شي نعرف هوية الضحية، ووقتها رح نقدر نقرر من وين بدنا نبلش. إذا بتحبوا أنا بعمل اتصالاتي مع الطب الشرعي مشان يهتموا بالقصة، وبطلب منهم يستعجلوا بالنتيجة، يعني بلكي بيعطونا إياها قبل ما يصير الصبح. يا ريت إذا بيطلع بإيدك. بس أنا ما بدي أمدح بحالنا، لأنه النتيجة واحدة. أنا وعائشة ولا مرة استلمنا التحقيق بأي جريمة إلا وعرفنا القاتل بالنهاية. كوني مطمنة، هذا المجرم عايش آخر أيامه. يلا عن إذنكم. غريبة، تركتنا لحالنا وراحت. هي أول مرة بتصير بالتاريخ. إيدي ورجلي عم يرجفوا. بويراس، شو عم بيصير هون؟ فهمني انتو ليش كنتو عم تصرخوا؟ نانا لقيت بجيبتي مخدرات. شو هالمصيبة اللي عم تقولها؟ يا ربي دخيلك، كيف ما فهمت شو عم بيصير؟ شو هالحكي بويراس؟ مخدرات شو؟ أكيد في حدا حاططها بجاكيتي، عرفته بس ما عرفت مين وراه. هي لما شافتها بجيبتي فكرتها لإلي، وأنا طلبت منها 24 ساعة ووعدتها إذا ما قدرت أثبت براءتي وإذا ما عرفت مين وراها رح أروح وسلم حالي. شو هالجنان هاد؟ أنت مستحيل تعمل هيك شيء. أنت أكيد بريء. مفكرني ما بعرف مين ابني؟ إذا بشوفك بعيني عم تعملها أنا ما بصدق. ما بيكفي السنين يلي ضاعوا من عمرك بالسجن ظلم وافتراء؟ أمي اهدي مشان الله، هلأ بتخربط ضغطك وبتدوخي. ما بسمح لك، ما في شيء اسمه تسلم نفسك. ما رح أرجع فرد فيك. هاد وعد وكلمة طلعت مني، ومو أنا يلي بتراجع عن كلمتي.
عيب الشوم، بدك ذكرك ابني شو عمل كرمالك؟ ابني لمكن من الشوارع، حماكن ودافع عنكن، فوتكن على بيته وحاربنا كرمالكن. وهلا لما حدا قرر يفتري عليه انت صدقتي وشككتي باخلاقه؟ عن جد يا عيب الشوم. امي خلاص، انا رح اعرف يلي عملها، ما تشغلي بالك. كيف يعني ما بدك اشغل بالي؟ لك انت ابني واطعم الروحي، ما رح تنظري مرة تانية ووقف اتفرج. ما تقولي هيك. ما عاد اتحمل، والله قلبي ما عاد يتحمل. امي انا تعبت. لا تعملي هيك كرمال الله. بويراس اصحك اصحك تتركني. اصحك تعمل تركت تنقلع. اللي ما صدقتك ويلي ما وثقت فيك ما بتضل تحت سقف هذا البيت. رح أخذ يوسف وأمشي. وأنا عم أقول ما رح تروحوا. أمي أنا حكيت وقلت كلمتي، وأنتي مجبورة تستني ليخلص الوقت، مانك رايحة. طلعي على الغرفة، ما في طلعة. والله اللي عم يصير ما بيتصدق. لا تزعلي، أكيد بويراس مظلوم، والحقيقة رح تبين بالنهاية. أمي لا تزعلي. نفذ اللي طلبته منك، ما عنا وقت لحتى نضيعه ابدا. ليش لهلا ما تصرفت هيك؟ ما بتلحقه. حكيت مع الزلمه واتفقت معه، بس هو قال لي انه الامور ما بتصير بهي السرعه، بدنا نصبر. هذا الوضع رح يجنني. بيانات الطب الشرعي لازم تنمسح وينحرق النظام. خليني شوفهم إذا عندهم جرأة لحتى يواجهوني. خير لوين يا ابني؟ شو بك هيك ماشي ومستعجل؟ في ناس صار وقت حسابها. ايه بس لا تتسرع ولا تخلي عصبيتك تعمي على عيونك. لا اطمن، لأنه الصورة كتير واضحة قدامي. الله يهدي بالك. سيد غوركان، أكيد عرفت ليش طلبت منك إنه شوفك هون ونلتقي. ما رح طول عليك بالحكي وآخذ من وقتك. بعتذر، بس أنا ما عندي تجاهك أي مشاعر خاصة. أه
ما إلي فرصة بنوب. تمام، هاد حقك وأنا بفهمك، وبتشكرك كتير لأنك كنتي صريحة وواضحة. أنا بفضل الصراحة دائما، معناها أحاديثنا من هلأ ورايح رح تكون أحاديث أصدقاء، اتفقنا؟ وفينا من هلأ نبلش. أنا رح روح لأشتغل بألمانيا، والبيت يلي رح استأجره موجود بأحلى مكان ببرلين. حلو كتير، ايه ممتاز. أنا من زمان كان عندي فضول أتعرف على برلين وعلى شوارعها وعلى جوها، ما بعرف بس بحس إنه هي مدينة رائعة. البدايات الجديدة بتخلي الإنسان متحمس وبتعطينا أمل، وأنا من اليوم بلشت بأول خطوة بهالبداية الجديدة. معناتها أينور وغوركان رايحين على ألمانيا، بدهم يتجوزوا يعني؟ أول شي رح ننزل الشنطة، وبعدين برجع بحمله ليوسف وهو نايم. بفيق بيلاقي حاله بغير مكان، هيك أسهل عليه. وبعدين بشرح له: سامحني حبيبي يوسف، شو خير؟ لوين العزم؟ قلت لك المهلة ما انتهت. شو انت عم تحرس هون؟ ايه طبعا مجبور اعمل هيك، انا وياكي متفقنا وعطيتيني هالفرصة. ايه واذا يعني عطيتك فرصة ما رح يتغير شي، خلاص اتركنا نمشي. اول شي لازم نحكي. بشو لسه بدنا نحكي؟ تفضل قلي، ما ضل اي شيء لحتى ينحكى. لا مبلا بقي شيء لازم نحكي. تعي لوين بدنا نروح؟ تركني وحاجة تضيع وقت. تعي تعي لك تركني، عم قلك تركني. اترك ايدي بعد، ما بدي اسمعك. تعي ليش جبتني لهون؟ جبتك لتسمعيني، قعدي هون. احكي وقول يلي بدك اياه، قراري ما رح يتغير. رح روح واخذ يوسف، عم تفهم؟ شكلك انت ما عم تفهمي. شو بدك تجبرني ابقى؟ انت عم تجبريني، انت يلي عم تحكمي علي من دون ما تسمعيني، عم تحكمي بدون ما تتأكدي. حكمت علي بالإعدام من دون ما دافع عن حالي، وطلعتي ما بتلتزمي بوعدك. بس أنا بلتزم، لما تنتهي المهلة بتركك تمشي، وقتها روحي لوين ما بدك. أنا ما عاد أوثق فيك وما بصدق يلي بتقوله، تركني. بس أنا وثقت فيكي دايما، من وقت ما شفت هالنظرات المجنونة عرفت إنه هاي النظرات ما بتكذب، وثقت فيكي قبل ما أعرف مين أنتي.
ايه بس انا ما طلع في بجيبتي مخدرات. عن جد؟ ايه عن جد. بما أنك مو مصدقة وما عاد عندك ثقة فيني، فأنا كمان ما عاد أوثق فيك. فيكي تروحي. لا ما رح روح لسبب واحد بس، رح استنى مشان ما يضل عندك ولا حجة. قبل ما تخلص المهلة رح اثبت لك براءتي واكسب، ووقتها انت يلي رح تخسري، لانك درتي لي ظهرك وتخليتي عني، وبعدها ما في شي رح يرجع مثل قبل. بس عم يلتقى هو وياها وفوق عم بيخططوا لزواجهم، اصلا عادي يعملوا لي بالدنيا. سيد سينان، آسفة اجيت بهالوقت، بعتذر منك بس عن جد انا قلبي مكسور. انا صدقت، فكرت غوركان جدي بعلاقته معي، بس هو ضحك علي، هو خانني. ليش ما حذرتني منه؟ ليش ما قلت لي انه هو هيك وما بيتأمن له؟ ليش؟
لا ما بيصير، ما بيصير اتركها تضيع حالها معه. هو ماله مثل ما لم فكرته. شو ما صار يصير، ما لازم اسكت، لازم اعمل اللي علي. وخبرها بحقيقة جوركان. الأمور تمام، خربنا نظام بيانات الطب الشرعي. في عندي خبر سيء، بيانات الطب الشرعي تخربطت، صاير مشكلة بالنظام عندهم. انت شو عم تقول فولكان؟ عم تمزح؟ ما نحن هون قاعدين ناطرين خبر عن الضحية. صديقي بالطب الشرعي وعدنا اليوم انه يقدر يعرف لنا هويتها. والله هذا اللي صار، كل البيانات راحت، يعني الهويات المسجلة عندهم اختفت وبدهم وقت ليرجعوها. طيب خير، يسلموا. عن جد غريب، شو هالصدفة اللي صارت هي؟ مو هي امنيتك؟ ما فهمت امنية شو؟ ليلى من شوي كانت عم بتقول بيانات الطب الشرعي لازم تنمسح وينحرق نظامه. معقولة انت فريد؟ لا أكيد أنا مو هيك كان قصدي، شبهنا ولو؟ يلا برجع بحكي معك. عفواً ليلى، شو عم بتقولي؟ شو هادي اللي سمعته؟ عم بتقولي لازم تنمسح كل البيانات؟ ايه هيك قلت، لأني معصبة وبرأيي صار لازم يتجدد هذا النظام، لأنه كل ما أحكي مع حدا هنيك مشان يشوف لي هوية الضحية ويعرف لي إذا وصلوا لأي نتيجة بيجاوبني وبيقول لي النظام بطيء ما عم يقدر يعطيني النتيجة، كل مرة بتصل نفس الجواب. يا ريتني تمنيت نقدر نكشف مين هو المجرم، أكيد اللي صار هو آخر شي كنت بتمنى أني أسمعه، بس على فكرة كان شي متوقع لأنه نظامهم صار قديم كتير. الناس يلي قلبهم نظيف مثلك لازم ينتبهوا على أمنياتهم لأنه فوراً بيتحققوا. على خير، ضيعنا وقت بما فيه الكفاية وما عاد في داعي نضل قاعدين للصبح. أحسن شيء إني روح على بيتي وشوف بنتي. تصبحوا على خير. وأنا رح أجيب شاي. وهي هلأ حلينا القصة. أوتكو، أنا مبسوطة باللي عملته، بس هلأ بدنا ننتقل للمرحلة الثانية من خطتنا.
قبل ما ينعاد اختبار تحديد الهوية لازم نغير عينة الدي ان اي اللي اتاخدت. اعتبري الموضوع منهي، اطمني ولا تاكلي هم. خلص انا رح حله وبدل العينة بعينة ما لا معروفة لمين، يعني هذا الاختبار ما رح يعطيه النتيجة. وقتها مستحيل يعرفوا ان الجثة اللي التقت هي لليلى. ايه ممتاز، ما بدي يصير اي مشكلة اوعك. مشكلة شو؟ تركي لي القصة وانت خليك مركزة بشغلك يا قاضية داريا. عفوا قصدي يا قاضية ليلى. وهيك كل شي رجع تحت السيطرة. شو وينك؟ ليش ما عم تطلعي قدامي هلأ؟ شايفتك هلأ خايفة وما عاد عم يطلع صوتك وما عاد عم تهدديني يا أختي الغالية ليلى. ولا مثلاً قول الضحية ليلى مثلاً. لا لا، المرحومة ليلى. شبك نحن مو حكينا بالموضوع، ليش لسه عم تناقشني؟ مالك شايف الوضع قديش متوتر؟ لا هلا ما فيني شوفك، شو بدك تروحنا؟ أي غلطة رح تندم، لأنك إذا وقعت بويراس بيحرقك. ما تتوقع بويراس يرحمك أبدا. أنا بقدر نفد حالي، بنضل من عيلة وحدة، لهيك أحسن لك تضل عائل وما تبين أبدا هالفترة. طيب ما رح أتحرك، بس شو أخبار بويراس عندك؟ بيعرف عني شي؟ على قوله إنه ما بيعرف، بظن نمرة السيارة مو أكتر. أنت خبيت السيارة بمكان بعيد ما؟ إيه طبعاً، حطيتها بمكان مهجور ومستحيل تلتقى. منيح، إذا هيك معناتها تمام الأمور. خليك منتبه مشان ما توقع بين إيديه، لأنه إذا وقعت بتكون نهايتك. جانسيل، شو عم تساوي؟ ليش هيك جاي بدون ما تطلع صوت؟ والله موتيني من الرعبة. سميح، حضرتك وين كنت لهذا الوقت؟ شبك طلعت مع رفقاتي شوي وما حسيت على الوقت كيف مرق. ام بلا صدقت قال مع رفقاته، هاي الكذبة مو علي. على أساس أنا مو حافظتك؟ مو أنت اللي حاطت المخدرات بجيبة بويراس؟ شبك أختي، أنت شو عم تقولي؟ بلا حكي فاضي، شو هالتخبيص هذا؟ اسكت، شايفني جدبة قدامك؟ اطلع بعيوني ولا تكذب. ولا أنا حافظتك، احكي خلصني، ليش هيك عم تساوي؟ كيف تجرأت؟ يا غبي انت جنيت؟ لك شبك، ليش هيك عم تضربيني؟ شو عملت؟ أنا ما دخلني بشي أبدا. مو بس بضربك، أنا بقتلك. حركات البراءة هاي روح تحاك فيي على غيري، أنا عاجنتك وخابستك. احكي خلصني، كيف عملت هيك؟ وفهمني ليش ليش؟ طيب ماشي، أنا اللي عملت منيح، طمنتي؟ حطيت له ياهون لأنه عصبت منه. مستعدة أدفنك بأرضك، والله هالعملة رح تجيب آخرتك. لك أنت غبي شي؟ عملت هيك كرمال هالشرشوحة؟ لك أنت وين عقلك؟ شو هالغباء هاد؟ كل هذا كرمال بنت شوارع؟ أنت ما في عقل براسك؟ ولك إذا عرف بويراس بعملتك بتعرف شو رح يصير فينا؟ مو بس رح تضيع حالك ورح تضيعني. لا تخافي أختي، ما رح يعرف بشي، أنا عرفان شو عم بعمل، ما رح يكشفني. جانسيل؟ خير، شو موقفكن هون بهالوقت؟ كأنه عم تتخانقوا؟ لا ما عم نتخانق، بس أنا قلقت شوي.
لما ما لقيت سميح بغرفته أكلت هم من دون شي، متوتري من قصة بويراس، مو ناقصنا بنوب، بس عم خانقه لأنه تأخر. قاعدة عم تخانقي شو ولد صغير؟ تركي الشاب بحاله، بعدين هلأ بتاخدي برد. تعي فوتي معي، يلا الجو بارد، تعي. يمكن مو ظابطة بس جربت. انت قلت لي انه شجرة الدلب بتتحمر وانه الناس بتقعد بظلها، وشرحت لي انه هي مثل ملجأ للمحتاجين. وانا بشوفك مثل هي الشجرة، لهيك حبيت اعمل لك الورقة تبعك. شو هاد؟ قولي لي وين لقيتي؟ هذا وقع من جيبة جاكيتك. لا تعمل حالك متفاجئ، ما عاد فيك تضحك علي بكذبة جديدة، عم تفهم؟ انت عم تتاجر بالمخدرات، يا اما بتسلم حالك يا اما انا يلي رح روح وخبر عنك. شو عم تخبصي انتي؟ حدا حاطط لي اياه وبده يبليني. كان بجاكيتك، انا شفته. معلش تقلي كيف وصل على جاكيتك؟ صدقتك وامنت لك، لك انا وثقت فيك. اعطيني 24 ساعة لاثبت لك حكي، وانا رح سلم حالي إذا ما بجيب لك الدليل لهون. متوقع تلاقي الزلمة هون؟ مفكر انك رح تقدر تثبت براءتك وانت عم تروح وتجي بمكانك؟